طيب تعالي نرجع لبدايتك انت شخصيه مع طيب. كره القدم، هل كان في صعوبه مثلا في ان انت تقنعي اسرتك بان انت تمارسي كره القدم؟ يعني بدايتك معاها جت ازاي؟ وخصوصا ان انت كمان ما اكتفيتيش بكونك لاعبه، انت كمان خدتي مجموعه من الدورات التدريبيه برضو. الى اي درجه كان الموضوع ده مفيد بالنسبه لك؟ هو بصراحه والدي ووالدتي عمرهم ما اعترضوا على حاجه زي كده طبعا، الله يرحمهم. بالعكس، والدي قبل ما يبقى في كره نسائيه كان بيشوفني اكيد بلعب كوره فور فان، كان يتمنى ان انا امارسها بشكل رسمي بس ما كانش فيه وقت. والدتي كانت بتروح معايا في كل حته، يعني ماتشات، تمارين، توصلني، تجيبني لغايه سن معين. طبعا لما كبرت لا سابتني، فهم كانوا سبورتيف جدا معايا. كنت بتروحي نادي الطيران ولا كان قبل نادي الطيران؟ اول نادي كنت فيه كان نادي المعادن المصريه. تمام. وطبعا كان فيه الطيران وكان فيه السيده زينب وكان فيه سموحه وكان فيه الاسماعيلي وكان فيه في المنوفيه لا كان عندنا فرق كتير زمان يعني. طب انا ليه يعني مستغربه شويه الثقافه الموجوده، لان يعني معلش ايه الفرق بين كره القدم حتى وألعاب القوة؟ يعني ألعاب القوة المرأة دخلتها وبقت بطلة كمان ورفعت اسم بلدها، ونحن هنتكلم عن مصر احنا عندنا أسماء زي كده. اشمعنى كرة القدم لسه الثقافة تقولك دي حكر على جنس معين من الناس؟ دي حقيقة. مع أنها هي لعبة زي أي لعبة. احنا عندنا ألعاب يمكن أعنف منها بكتير، بس هي كونسبت ان احنا ابتدينا يمكن متأخر شوية. الكرة الرجالي بقالها من قديم الأزل يعتبر هنا في مصر. هي اللي واخده الشعبيه الاولى، فلما يجي على سنه 94 وكان الانتشار برده ما كانش بالقوه الكافيه، فطبيعي ان احنا هنستغرب يعني كل الناس. لا انا شايفه ان الراجل هو اللي بيلعب كوره، مش شايف ابدا البنت بتلعب. هل جزء من مرجعيه المفهوم الشعبي لممارسه المراه للرياضه؟ تعالي نتكلم عن كره القدم بصفه خاصه، هل ليها علاقه باي حال من الاحوال بفكره مثلا ان احنا في العالم العربي يمكن عندنا شويه تحفظات فيما يتعلق بملابس مثلا المراه في منافسات رياضيه معينه؟ بس حتى لو ده، طب ما ده في ما في جمباز وفي باليه مائي وفي حاجات بالزبط. حتى طبيعه لبسها يمكن اقوى شويه كمان من ملابس. لا موضوع اللبس ده ما كانش، ما اعتقدش ان هو عائق، بس هي الكونسبت ان البنت بتلعب كوره. لا انا طول عمري شايف ان الولد هو بس اللي بيلعب كوره. خلاص ما يبقاش يشوف يعني اللي متضايق او بجد يعني حاجه اسحبوا مننا كره القدم كمان. مستفزه جدا ان انت يعني بتتكلم بهذا المنطق. بس يعني دلوقتي لكن يعني البنات لا عندهم مواهب طبعا مش طبيعيه. البدايه